ومن جهته شدد العليمي على أهمية الموقف المصري الداعم للحكومة في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران. واليوم فإن مصر تقف معنا أيضا في إطار التحالف الداعم للشرعية الدستورية بهدف استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب المدعوم من إيران، كما تحتضن مئات الآلاف من أبنائنا الذين تقطعت بهم سبل العيش في الداخل مع استماتة الجماعة الانقلابية بحملتها الوحشية في ملاحقة المعارضين لهجمتها المتخلفة التي يريد لنا العودة إلى عصور ما قبل الدولة الوطنية وما قبل التاريخ، ووقوفها ضد المساواة والعدالة وسيادة القانون. إن مصر تكتب اليوم التاريخ من جديد بنهضتها وتماسك شعبها والالتفاف حول قيادتها السياسية ممثلة بأخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي صار مثالاً للقائد الشجاع وصمام أمان لبلده وشعبه العزيز وملهم لنهضة عربية حديثة إن شاء الله.